تحسيس احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف. وخلال كلمته بتلك المناسبة أكد الرئيس على أن الحياة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر، منها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة. إن سيرة حياة الرسول الكريم معين لا ينضب من الدروس والعبر، منها نستلهم قيم الأمانة والصدق والإخلاص والرحمة، ومنها نتعلم فضيلة الصبر على المشاق الجسيمة، وفي ثناياها وأحداثها نرى كيف تعمل أقدار الله، وكيف يثابر المؤمنون على إيمانهم يرعونه بالعمل والإحسان حتى يأتي نصر الله القريب للمخلصين من عباده. وأشار الرئيس السيسي إلى أن الاحتفال هذا العام يأتي بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة، مؤكدا سيادته أن لدى اقتصادنا القومي بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب، لا سيما وأن الدولة تبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من أثارها على أبناء الشعب. يأتي احتفالنا هذا العام بالمولد النبوي المبارك بينما يمر العالم بظروف دقيقة تعيد إلى الأذهان ذكريات من التوتر والقلق والاضطراب لم تحدث منذ عقود طويلة، فما بين الكارثة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية عميقة الأثر الناجمة عن توقف عملية الإنتاج في كبرى دول العالم، وما عقب من ذلك من موجة ارتفاع أسعار عالمية تسببت الأزمة الروسية الأوكرانية في تفاقمها بشدة، مما دفع الدول الكبرى لرفع أسعار الفائدة على نحو غير مسبوق أملا في احتواء التضخم، وهو ما استدعى نزوحا كثيفا لرؤوس الأموال من الدول النامية إلى الدول الغنية، ومن هنا جاءت أزمة النقد الأجنبي التي يمر بها اقتصادنا والعديد من الاقتصادات الناشئة. والحق أقول لكم إن عاصفة طاغية كتلك كانت كفيلة في الظروف العادية باقتلاع اقتصادنا بشكل كلي والعصف بالكثير من مكتسبات الشعب المصري، وإن الثماني سنوات الأخيرة من العمل التنموي المكثف غير المسبوق في حجمه ونطاقه وسرعته قد أثمرت صلابة وصمودا ومرونة كبيرة لدى اقتصادنا القومي، بما يدفعنا إلى اليقين بأن الصعاب الحالية إلى زوال قريب بإذن الله، لا سيما أننا نبذل أقصى ما في الجهد والطاقة للتخفيف من آثارها على أبناء شعبنا، مع الحفاظ في ذات الوقت على قوة الدفع اللازمة لاستكمال مشروعات التنمية ونمو الاقتصاد، بما يحافظ على معدلات التشغيل المرتفعة ويضمن قدرة الدولة على حماية الأمن الغذائي وأمن الطاقة للمواطنين رغم الظروف العالمية الصعبة في هذين المجالين. وأكد الرئيس السيسي على ثقته في الله وفي قدرة الشعب المصري على اجتياز الصعاب مهما كبرت وتحويل الأحلام إلى حقيقة، مشيرا إلى أن أمة تمتلك شبابا مثل مصر لا يمكن أن تقلق على الغد. احنا كنا امبارح موجودين في الإسماعيلية وكنا في احتفال بتخريج شباب الجامعات، والحقيقة الاحتفال ده رغم بساطته لكن الحشد اللي تم فيه استدعى حاجة في نفسي غريبة جدا، بتقول بقى في أمة يكون شبابها بالحجم ده ويبقى عندها قلق على بكرة. صحيح في أمة يكون شبابها
بسم الله ما شاء الله بالقمة بالعدد ده وبالحجم ده والقدرة دي تبقى قلقانة من بكرة؟ ده بكرة ده بتاعهم هم، بكرة ده بتاعهم هم، وهم قادرين بفضل الله سبحانه وتعالى على ان هم يحموا أقدار هذه الأمة من أي شر أو مكروه. فالحقيقة كنت لازم أسجل ده، ما لحقتش امبارح أو ما عرفتش امبارح إن أنا أسجله، لأن ده إحساس تولد في حينه. يعني أنا بقول كده للناس في مصر عشان يعني في الفترة اللي احنا فيها ديت هنجد دايما كتير من البهتان والإفك والإثم والشرور والكلام اللي لا يليق. واسمحوا لي اقول لكم يعني لكل الناس اللي بتتكلم بالطريقه ديت، مفيش امم ابدا قامت الا على الصدق والعمل والامانه، لا على الكذب ولا على الافتراء ولا على الهدم. ويمكن وخلوني هنا اسجل بتقدير شديد كلمة فضيلة الإمام، أحسنتم أحسنتم. صحيح أحسنتم فضيلة الإمام في كلمتك الشاملة الطيبة العميقة. ما فيش أمة في العالم تطلع قدام أبدا من غير ما تأخذ بأسباب الدنيا، ولكن بيحرسها مسار أخلاقي عميق، ولو تخلت عنه لا يمكن اللي بيتخذوا منهج الأشرار. وأنا بقول أشرار لأن أنا أنأى بنفسي على أن أنا لا يمكن في أمة تطلع لقدام. وأنا بقول للأشرار اللي هم يتصورون أن ممكن ينجحوا أبدا بغير سبيل المصلحين، مفيش نجاح غير بسبيل المصلحين. الهدم والخراب والتدمير والتشكيك والظنون وإشاعة الألم والفرقة والانحطاط والانهيار والكذب لا يمكن، دي مش سنن ربنا والله. هذا الأمر ليس من سنن الله أبدا. كان بس المهم أقول لكم كده ليكم وانتم دعاء بتتحدثوا الى الناس في المنابر، وانا بكرر الكلام ده كتير ليكم. احنا المنهج اللي احنا ماشيين بيه صدقوني يعني منهج بيحاول ان هو يعني يبقى مستقيم وامين ومخلص لله لله وشريف كمان في هذا المسار، ما عنديش شك رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بينا دي ان ربنا سبحانه وتعالى هيسدد الخطى هيسدد الخطى. يعني لازم يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه مهما كانت الظروف صعبة. لكن انا بقول تاني، مش هقول لكم اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، هقول لكم اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى، اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى. هذا وكرم رئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية عددا من العاملين بوزارة الأوقاف، كما كرم الرئيس عددا من العلماء والأئمة والقراء في احتفالية المولد النبوي الشريف. كان على رأس المكرمين صابر عبد الديم العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بالزقازيق جامعة الأزهر، ومحمد عبد العظيم حسن إمام وخطيب وزارة الأوقاف، ووفاء عبد السلام وعظاء بوزارة الأوقاف، والشيخ محمود الخشت قارئ معتمد باتحاد الإذاعة والتلفزيون. كما كرم رئيس السيسي الشيخ عبد الفتاح التاروتي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون ومفتي جمهورية القمر المتحدة. وفي كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف قال فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إن تعليم الأنبياء ضرورة لا مفر منها لاستقامة حياة الأفراد والمجتمعات وإسعادهم في الدنيا والآخرة.
أن النبوة وإرسال الأنبياء للناس واجب على الله تعالى، ولا يعنون من قولهم هذا معاذ الله أن أحدا غيره سبحانه وتعالى يوجبها عليه، فهذا ما لا يمكن أن يخطر على بال مؤمن، ولكن يقصدون أن الله تعالى هو من أوجبها على نفسه، وهو من باب قوله تعالى في القرآن الكريم: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم، أي أوجب الرحمة على نفسه الكريمة تفضلا منه وإحسانا وامتنانا. ويضيف هذا الفريق أنه إذا كانت عناية الله تعالى بالإنسان قد ذهبت إلى أبعد مدى في ملاحظة حاجته ومصلحته في هذه الحياة الدنيا، فأنبتت الشعر على حاجبيه حتى لا تتأذى عيناه من العرق والتراب والغبار، وقوست أخمص قدميه حتى يتمكن من المشي في يسر وسهولة وفي غير ألم ولا توجع، وأشياء أخرى من المنافع لاحظتها العناية الإلهية لصلاح الإنسان في هذه الحياة الدنيا. أفيعقل أن تتخلى بعد ذلك هذه العناية من ملاحظة حاجات هي أشد وأعظم وفي حياة أخرى هي أدوم وأبقى من حياته الأولى؟ أو لا ترسل له ما يحقق سعادته في هذه الحياة الأبدية اللانهائية؟ قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعاء إن البشرية لم ولن تعرف إنسانا أنبل وأعظم وأشرف وأكرم على الله ولا أرحم على الخلق من الرسول صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى أن الحب الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم يتطلب حسن الاقتداء به وحسن التخلق بأخلاقه والتأدب مع الله والخلق. فلم تعرف البشرية عبر تاريخها الطويل ولن تعرف إلى أن تقوم الساعة إنسانا أنبل ولا أشرف ولا أعظم ولا أكرم ولا أعز على الله عز وجل ولا أرحم بالخلق من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله والله ما حملت أنثى ولا وضعت أبر وأوفى ذمة من محمد، وما في بقاع الأرض حيا وميتا ولا بين أرض والسماء كمحمد صلوا عليه وسلموا تسليما. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي الإنسانية ورسولها، سواء من حيث ما تضمنته رسالته من قيم أخلاقية قائمة على الأمانة والصدق، أم من حيث كونها للناس كفة. يقول الحق سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس، ويقول صلى الله عليه وسلم: وكان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة.